نبدأ نشرتنا الرياضية مع فريق نادي الزمالك اللي بيستعد بشكل قوي لمباراة الهلال السعودي اللي هتتلعب بكرة الساعة 8 بالليل على بطولة كأس لوسيل في قطر. الزمالك هيخلص النهاردة تدريباته وبعدها هيرسم البرتغالي فريرا المدير الفني للفريق خطة اللقاء عن طريق تجربة الطرق التكتيكية واللي هينفذها خلال أحداث المباراة. علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر عمل محاضرة مع اللعيبة وده علشان يشرح لهم الخطة الفنية اللي هيعتمد عليها في مباراته قدام نادي بول جينجيا الأوغندي وده ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول في جولة الكأس الكونفدرالية الإفريقية. وفاز منتخب ناشئي الكرة الطايرة على المنتخب السوداني بنتيجة 3-0 وده في إطار الدور ربع النهائي لبطولة أفريقيا اللي بتتلعب في المغرب. ودلوقتي تعالوا نروح نتابع نتائج أبرز وأهم المباريات للموسم الجديد في دوري أبطال أوروبا. وفريق ليفربول الإنجليزي خسر من نابولي بنتيجة 4-1 في المباراة اللي اتلعبت ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. بالنتيجة دي نابولي في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، أما ليفربول ففي المركز الثالث بدون أي رصيد من النقاط. مباراة توتنهام ومارسيليا خلصت لصالح توتنهام وفازوا بنتيجة 2-0. بالنتيجة دي توتنهام في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقط وبعد سبورتينج لشبونة المتصدر بفرق الأهداف ومارسيليا في المركز الثالث برصيد 0 من النقط. بايرن ميونخ الألماني حقق فوز مهم على فريق انتر ميلان بنتيجة 2-0 وده في المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات المجموعة رقم 3 في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وبكده البايرن بيحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقط والانتر في المركز الثالث بدون أي رصيد. وفي نفس المجموعة فريق برشلونة الإسباني حقق امبارح فوز قوي على فريق فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 5-1 وبكده البارسا بيتصدر المجموعة الثالثة بفرق الأهداف عن فريق بايرن ميونخ، أما فريق فيكتوريا بلزن ففي المركز الرابع والأخير بدون أي رصيد. وأخيرا حقق أتلتيكو مدريد الفوز على فريق بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1 وده في اللقاء اللي اتلعب امبارح كمان ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا. خلصت أخبارنا الرياضية وعودة لزملائي لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.